السلام عليكم ورحمة الله. أبو خالد رضوان من قناة قصة وحكاية. هتكلم النهاردة فيه عن الصخور، إيه فايدتها في الحوض. الصخور هي تعتبر بالظبط أهم عامل في الحوض، مش الحوض بس، لأ، وفي البحار وفي المحيطات كمان. هي اللي بتعمل التوازن البيولوجي في البيئة البحرية. بيتكون عليها طبعا طحالب، بيتكون عليها بكتيريا، وبيتكون عليها كائنات دقيقة جدا. فايدة الكائنات دي إن هي بتنقي المية، بتنقي فضلات السمك، بتقتل الكائنات التانية الضارة الغازل عليها. برضو في ميزة تانية للصخور، إن السمك بيستخدمها ككهوف يستخبى جواها. طبعا دي بتحميه من الأسماك التانية اللي هي بتبقى الشرسة الأكبر منه في الحجم. تاني حاجة، الشعاب المرجانية بتستخدمها كقاعدة لبناء الهيكل بتاعها. فالصخور دي من الحاجات العوامل المميزة جدا في أي حوض سمك. وزي ما قلت، مش مجرد حوض السمك وبس، حتى في البحار، حتى في أي بيئة بحرية الصخور دي نمرة واحد فيها. طيب أنا لما عاوز أجيب الصخور دي بجيبها إزاي؟ مينفعش إن أنا أقوم رايح نازل البحر أقوم جايب صخرتين تلاتة وأجي أحطهم في الحوض، ده غلط لسبب بسيط جدا. الصخور دي بيبقى فيها حاجات دقيقة جدا أنت ما تاخدش بالك منها، لكنها مميتة في نفس الوقت. يعني ممكن يحصل لا قدر الله حالات إصابة، حالات وفيات بسبب الصخور دي. فطبعا دي لازم يكون واحد خبير هو اللي بينزل بينقي الصخور، ومش أي صخور تنفع في قلب بيئة مغلقة. البيئة المغلقة دي زي أحفر السمك في البحار. طبعا البحر كبير، فما بيحصلش التغيير في كيمياء المية بسرعة، لأن على طول مية البحر بتتغير، على طول بتتجدد. إنما بيئة مغلقة زي الأحواض صعب. في صخور بتتفاعل مع المية زي الجرانيت، دي برضو بتكون مميتة، فما ينفعش أي صخور تتحط. طب دلوقتي لما أجي أشتري الصخور أجيبها منين؟ طبعا لازم اجيبها من اماكن مخصصه لاسماك الزينه، الميه المالحه. مينفعش حتى اجيب صخور من الميه العذبه، استحاله، صعب، لازم تكون مخصوصه للميه المالحه. طبعا الشخص اللي انت بتشتري منه ده طبعا هو بيجيبها من البحر اكيد يعني، بس طبعا هو بيعمل لها عمليه تنظيف معينه، بيعمل لها عمليه صيانه واقلمه. يعني ممكن يفضل يظبط في الصخور 45 يوم او اكتر لحد ما تكون صالحة ان تتحط في الحوض، لان بيبقى فيها زي ما هي مفيدة فيها برضو كائنات ضارة. يعني فيها كائنات ضارة ممكن تحطها في الحوض تنهي لك الحوض كله. فده كان حاجة بسيطة النهاردة عن فايدة الصخور. ان شاء الله يعني هنتكلم في حاجات تانية كتير بإذن الله. شكرا ليكم. هذا الموضوع